السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ليلة السلام على الحسين وليلة الزيارة للحسين، ولو أن القلوب تتقطع شوقا زيارة الحسين، لكن الحسين يسمع الكلام ويرق السلام. سلم على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى وسلم عليه بهالسلام. ما هاي الليلة هذا السلام. السلام على الخد التريد، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الثغر المطروع بالقضيب، السلام السلام على النحر ممحور، السلام على الصف، صاحبها يمكم أن ترموعي قم جدد قم جدد العزم في العشرين من صفري، ففي ردة رؤوس وتلك تدعو حسينا شاء
يصح ونادي واحس تدعو حسينا وهي لاطمة العيون منها الخدود ودمع العين كالمطر دخلنا في المصيبة ولو ترى أمك الثوم المناشدة. تسمع الوصية ولا تتحمل تسمع وصية أم كلثوم للسجادة ولا فلو ترى أم كلثوم مناشدة والهوى تلثم تربى الطيف كالعطر شتقول يا دافم. الراس عند زينب يا أخي يا دافن الراس عند الجثة تحتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قبري لا تغسل الشام تدري
اش صار بيا اش صار قال لي شال العصا يزيد الخنب بيهضرني قدام قلب الشمس تالي صلبني وذيك الوديعة بقيت هكمها ونصبني بالجراب ورد علي احكي الزوار احكي الزوار احكي الزوار ما يخالف احكي الزوار شوية وياكم قول يا مصم هالوصية قول يلي تسودون الضعن لزيارة حسين ريضوا شوية واسمعوني يا همسيني ريضوا شوية اسمعوا من الوصية لمن وصلتوا بالضعن للغادرية قلبوا سلامي للصبط منه علي ومسكوا ضريح حسين وهمه دمعة العين يا ليتني قدام كل واحد من الناس والزم ضريح ابن النبي بالأنفاس واصيح يا المدفون بس جفت ما جوين جبنا قبل البدء هناك تضرر لأن الليلة مصيبة ما أريد أقطع الكلام لذلك من البداية هذا التبرع لموكب العزاء أعينوه مع لا حب الحسن وافواكم الصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد أرسل ابن زياد إلى يزيد يخبره بقتل الحسين وأن رأسه ورأس من معه عنده في الكوفة والسبايا أيضا فأرسل إليه أن ائتني بهم حالا وخرج السبي من الكوفة خرجوا ونزلوا في منازل كثيرة من جملة المنازل نزلوا عند دير فيه نصراني في الليل قرب ذلك الدير الذي يسكنه وإذا به يرى نورا من السماء إلى الأرض تعجب شنو هذا النور وإذا بهذا النور ينبعث من رأس الحسين وقال لهم أعطيكم كل ما أملك ودعوا لي هذا الرأس في هذه الليلة فأعطاهم 10,000 درهم واحتفظ برأس الحسين فغسله عن الدماء وطيبه وجعله عنده وأسلم في تلك الليلة وأصبح من خدام الحسين شوف معاجز رأس الحسين هذا بس رأس الحسين يحتاج لمجلس بروحه يا أخي لأنه حدثت له كرامات كثيرة ومصائب هم كثيرة هم عاجز وهم مصاصر اقتربوا إلى الشام سئل الإمام زين العابدين عليه السلام سيدي مصائب الطف كثيرة وكلها فجيعة لكن أي المصائب أشد عليكم ذبح الحسين قال لا رض الأجساد قال لا حرق الخيام قال لا
سبي العيال قال لا. قال إذا ما هي أشد المصائب؟ فقال ثلاثا والزفرات تنبعث من قلبه الشاعر الشاعر. لقد تجهزوا للزينة، خرجوا بالدفوف والطهور، وتحنت النساء وتزينوا، والأطفال لبسوا الثياب الجديدة، وخرجت آلاف كما ينقل بعضهم قريب 500,000 إنسان خرجوا للتفرج والتزين هناك. يقول سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام في الأول من صفر، فرأيت الدكاكين مقفلة والأسواق معطلة والزينة في كل مكان، قلت وعجبا، أهل لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ أول مرة أشوف في الصفر هاي الزينة، كل البلد تزينت كلها تجهزت لذلك. فرأيت أناسا جالسين شيوخ، قلت لهم: يا هؤلاء، هل لهذا مصر عيد لا نعرفه؟ قالوا له: من أنت؟ هو اللي يعرفون هذا من السائل. قال: أنا سهل الساعدي ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه. قالوا: يا سهل، ألا تعجب من الزينات المنتشرة، ولا تعجب أن السماء لا تنطبق على الأرض؟ قال: لما؟ قال: اليوم يأتون برأس الحسين بن علي والركب الذي معه. قال: من أين يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول: فوقفت هناك أنتظر، وإذا بالرايات يتبع بعضها بعضا، وفي مقدمتهم رأس الحسين. تخلك يسبها إياهم، مش إياهم، إلى أن نصل إلى كربلاء. لازم تعرف، تعرف المصيبة من وين تبدأ، وأين مبدأها، وأين الفاجعة. تعرف، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها عليه. زين، بس أريدك تسلم على الحسين أول، قول السلام عليك أبا عبد الله، حتى ندخل في هذه المصيبة العظمى. يقول: وقفت وإذا بالرؤوس يتبع بعضها بعضا، وإذا بي أرى النساء على تلك الهزة للناف العجة، وإذا امرأة تلوذ بها النساء عن يمينها وشمالها. قلت: لعلها هذه هي زعيمة الرب. سلمت عليها، قلت: سيدتي، من أي السبايا أنتم؟ قالت: نحن سبايا آل الرسول. قال: من أنت؟ قالت: أنا زينب. قال: أين أخوك الحسين؟ قال: أنا رسول. على الرمح صرخ ونادى: أنت وياه واحد. سلم عليها وقال: يا اللي على المطية، والله حنينك هيج أحزاني علي، يخسون أهل هالبلد، ما أنت خارجية، جنت يا مسرية من الشيوخ المسلمين. قالت: أن جد النبي صفوة الجبار، وأبو حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاح شمامة المختار، أمي ولزينب وأخوتي الحسن. قال: هالحسب والنسب هاللي تذكرينه، معروف من صح الخبر جدك نبينا، لكن يا زينب وين خطر يوسف وانا تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وانتوا. اخوتي وين؟ تعرف اخوتي وين؟ هذا عروض تلك رؤوسهم على الرماح. لكن يا سعد، نطلب منك طلب واحد يا سعد، اذهب الى حامل الرؤوس وعطه بعد الدراهم، وقل له: فلينحي الرؤوس هاي الرماح عن المحامل، فوالله خزينا من كثرة النظر الينا. ذهب قال: خذ المال وبعد هذا الراس والرؤوس عن النساء لكي لا ينظر اليها الناس. قال: لك ذلك. فقول: واذا به عمدا وضع الرؤوس في وسط المحامل.
اسمع هالمصيبة العظمى دخلوا شيئا فشيئا واذا لما اقتربوا واذا بعجوز قد اطلت من روشا كان لها. اذا تشوف ركب رؤوس قالت الى من تحت يا هذا لمن هذه الرؤوس؟ تقول لهذا حامل الرؤوس هذه رأس. قال لها هذا رأس الحسين. قالت اي حسين؟ قالت علي بن ابي طالب. قالت هذا الذي ابن من قتل رجالي وايتمناه؟ نحي هذا الرمح قليلا الي عظم الله اجركم. جاء بالرمح والراس نحو هذه اللعينه رفعت حجرا وضربت راس الحسين. والمصيبة اللي جت قلبي هلت دموعي مثل هل المطر. والمدامع هلت دموعي مثل هل المطر. ضربت بهجام راس حسين خيال وإذا بغلام من بني هاشم. هذا لا تسألني، سأل موسى عطية عنها. يقول هذا أمة عقيلية. ها؟ لازم أجيب. أنا ما جبت هالعلم. اسمع. جاء وإذا رايح طريق رايح غرض إذا ما كنت تاكل سبوكة والسوق معطل والزينة. قال لأصدقاء ايش صاير اليوم؟ ايش بيكم متكاشحين متزينين وفرحانين؟ قالوا يا ولد يا فلان اذهب الى امك لتلبسك الثياب الجديده، اليوم ياتون بالخوارج، اليوم يزيد انتصر على الخوارج. هذا بعد علني يذهب الى امه. قال امه اعطيني ثياب جديده. واذا بامه تقول يا ابني ترجع عاين وشكلهم واخذ الخبر يا نور عيني من طفلهم عن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم اعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. ردوا وقف بالجاد ولاحت له الروح فوق الارماح العالية تخجل نور الشموع. والحرم مسلوبة وعليل بقيد محبوس كمن يسمع يذوب قلبه من ولينا. عالا أسيرة لوذ بيها كل يتيمة. قال اظن هذه لضع عن كل سعيمة. قالها وحرمة مصيبتك كلفة وعظيمة. ديانتكم وطنكم يا مدينة. قالت اسلام احنا هو رد طيبة وطن كل من تريد ان المدينة اسألني عنه. قالها يا نسبية المدينة بلاد اهل قرر بنش رجال خالي تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباد تعرفين الاكبار والنشام الترفع تعرفين ابو الشيمه محمد وافي البعض تعرفين زينب بضعه الزهر الحزينه. حسين كلمة حسين انت تقولها تسمك تقول له يا عزيزي وامك منا. قالها انا ام الهاشميه واسمي وانا خوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت النجاه الفخار كله حازينا. صاحت الجان ابني العقيلية جنابة فوق الأرماح العالية ابني جوابة شيخ العشيرة
الحبل في عنق زين العابدين وباقي البنيات منتهيا الى كتف زين واوقفوهم هناك ما طول عليه اسمع اوقفوهم على هناك وجرى ما جرى هناك واذا بيزيد ينادي علي براس الحسين اسمع اسمع مصيبه راس الحسين ما ادري تتحمل تتحمل ما ادري جابوا يمه واذن اذن عام يعني الناس كلكم تعالوا القصر تعالوا المسجد ليش حتى تشمتون تقول زينب طبيت للديوان والناس متجمعه من كل الاجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس بس عاينون مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس راسه منصوب على فرد اول وقام هذا يتغنى وشرب كاس يزيد عند الحسين عند راس الحسين وكل حين يكلم قال من هذه رباب راس من هذا الله يا ويلاه قال وضع الراس بين يديه عظم الله اجوركم فاخذ عود هذا المخصر لراس العصاه وضعها في فم الحسين ما يريد واحد يطالع هذا راس الحسين والاربعين بعد اللي معاه شنو شنو خلك هنا تروح الشام تروح كربلاء انت على راحتك هذه فرصه لا تضيعونها يا اخي ناس يتمنون يقعدون في هالمآتم ما يحصلون قاعد يزيد قاعد على تحت ملكه وجابوا رئيس عزيز الزهر يمه هذا اللي شفته دائما يقبلهم رسول الله اجا يريد يكسر ثنايا الحسين واذا هي مكسره اللي كسرها ابن زياد ففتح شفتي الحسين وكسر بقيه امراسه صحوة نادي زينب قالت لي يا يزيد لا تضرب الحسين قامت يا ابن الطلقاء وقامت بخطبتها فقام ايش قال لها لما يكون ذاك الشامي يريد ياخذ قال هب لي هذه الجاريه يقصد سكينه واذا بها لاقت بعمتها زينب قالت لا تخافي ما كان له ذلك ابدا قال لو شئت لفعلت ذلك قالت الموت ادى لك من ذلك فقال لها لو شئت لفعل قالت إلا أن تخرج عن ديننا وتدين بغير ديننا قال إنما خرج من الدين جدك أخوك وأبوك هي كلمة لا تصعب علي لكن لازم أحدث شيعتنا بما جرى علينا وإذا به يقول أنا لم أخرج إنما خرج من الدين جدك كذبت يا عدو وإذا زينب ترد عليه فقام يزيد يريد أن يضرب زينب وإذا بغلام صغير يقول يا أبا لا تضرب زينب لا تضربها اقعد اجلس مكانك قال لماذا قال لأنك عندما قمت لضربها رأيت رأس الحسين والدموع تصب على خده أنا بس بذكر قضية هند وأسألكم لأن قضية هند قلبت الرأي العام على يزيد بالإضافة إلى موقف السجاد وموقف العقيلة زينب هند جالسة في دارها وهذه كانت تخدم في دار أمير المؤمنين زين وإذا تسمع صوت كأنه صوت علي قالت هذا صوت علي بن أبي طالب قالت الجارية اذهبي واسألي البواب اسألي البواب القاصر من هذه الذي من هو المتكلم هي بناها هذا رجل فسألت البواب قالت تقول لك سيدتي من المتكلم قال هذا ليس رجل هذه امرأة رجعت إليها قالت امرأة قال اسأليها من هذه المرأة سألته قال لها اسمها زينب ابنة علي بن أبي طالب الجارية لا تعرف ما تعرف فهذه ما تعرف زينب عليه السلام ما تعرفها ذهبت بكل برود
قالت لها يقولون المتكلمة اسمها زينب ابنة علي بن أبي طالب، وإذا بهن لطمتها على فمها قالت فض الله فاكي. وجهد بلاك زينب، وين زينب هالمجال؟ زينب إذا خرجت لتزور جدها المصطفى اللي أنه هواشم عن يمينها وعن شمالها، يخرجون في الليل لكي لا يرون شخص زينب، وتقولين زينب الواقفة قالت والله هذا اللي قال البواب. تقول الرواية وإذا هن أطلت من خوخة الباب تنظر وإذا بعلي المربط بالزناجر، والنساء واقفات تقشرت وجوههن من حرارة الشمس. فقالت وذهبت إلى البواب، قالت من المتكلمة؟ قال إنها تدعى زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت لي أنت يعني تأكد من هالكلام؟ قال بلى هذه زينب. قال أنت تعلم ماذا يترتب على هذا القول؟ قال ماذا يترتب؟ قال تترتب أني أدخل حاسرة إلى جرجس يزيد. قال افعلي ما بدا لك. هذه زينب بنت علي بن أبي طالب. تقول الرواية فدخلت إلى المجلس وسبت يزيد وألقت بردائها، فقام يزيد وقال سود الله وجهك يا هن، تريدين أن تهتكي ستري؟ قالت تخاف على ستري ولا تخاف على ستري زينب. لما شاف يزيد هذا الفعل وشاف هالحالة وشاف إصرارهم سمح لهم بإقامة العزاء في مجلس، شوف أول مجلس عقد على الحسين في مجلس قاتم عاجز، شوف اللي أراد منعون زيارة الحسين وقال منعوهم قطعوا أيديهم وكذا، هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. ولذلك اليوم تشوف الملايين الكل يزحف عند قبر الحسين والكل ينادي لبيك يا حسين، ونحن معهم نادى نادي بأعلى صوتك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وإذا بالمجلس يكترض بالناس، يكترض بالمعزين، يكترض بالباكين مع ما جرى عليهم في الشام من المصائب العديدة، من المصائب الشديدة التي جرت، لعله لا أدري لكن لعل أشد ما هذا أهل البيت في الشام هو موت تلك الطفلة الصغيرة، ربما رقية بنت الحسين، لعل هذه المصيبة هي أشد ما جرى عليهم في ذلك المكان. كما قلت لكم مصائب كثيرة شديدة أليمة جرت على أهل البيت سلام الله عليهم في أرض الشام. يزيد أراد أن يصحح أو مو صحح، يجعل القضية على ابن زياد، قال لقد عجل عليه ابن مرجانه، وقالت له هم إنما ابن مرجان كلب من كلابك لا يتحرك إلا إذا حركته، ولو لم تأمره بقتل الحسين لما قتله أبدا. ما استطاع، أراد أن يغطي على جر جريمته فما تمكن. ماذا صنع؟ جاء إلى الإمام زين العابدين وقال له يا ابن الحسين اطلب مني ثلاث طلبات أؤديها إليك. قال الطلبة الأولى ارجع ما سلبته منا. قال أعوضك مالا؟ قال لا نريد مالا، لأن مما سلبتموه منا مقنعة جدتي فاطمة ومغزلها وغير ذلك من الأمور التي لا تقدر بثمن. قال لك ذلك. الثانية قال إن عزمت على قتلي فأرسل مع النساء من يردهن إلى مدينة جدي رسول الله. فقال له أما القتل فقد عفونا عنه. والثالثة يا ابن رسول الله. قال الثالثة أرني رأس والدي. فقال أما رأس الحسين فلن تراه ولن يراك. وإذا بالإمام في هذه اللحظة يا مؤمنون يقول أرى رأسي رغما عنك يا يزيد،
ومو بس رأى رأس الحسين، تتصور ماذا صنع؟ كان رأس الحسين تحت سرير يزيد هنا سرير الملك، وإذا بزين العابدين سلم سلم على الحسين يتوجه ناحية الرأس الشريف وهو يقول السلام عليك يا أبتا، فجاء النداء وعليك السلام بني، وإذا برأس الحسين يتدحرج إلى أن وصل إلى حجر الإمام صحو نادوى حسين. وكل النعمان بأن يرجع النساء إلى المدينة وهيأهم على أفضل ما يكون، وجهز لهم المحامل وقال الإمام يلا يا عم قومي واركبي على الناقة. قالت أين وينه 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 حامل ناقتي وينه؟ ذكرت بفاضل عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني. فمشت الضعينة عظم الله أجوركم، أخذوا يسيرون في الطريق. أما ما كان من أمر جابر أخلي لغد، لكن أنا أريد بيت واحد بس أقرأ لكم بيت واحد الليلة زي مع زينب وأنزل أقرأه وأختم وياه بيتين، البيت الأول اللي لازم نقرأه والبيت الثاني بختم فيه. اقتربوا من كربلاء وإذا به ينادي يوه، من يريد كربلاء؟ من الذي يريد أن يصل إلى قبر الحسين في هذه الليلة؟ من الذي يريد أن يشارك الزوار في مثل هذه الليلة؟ فلينادي السلام عليك يا زاير فرح حسين عني بل برسالة، إلزم للفرح وصيح دمع العين هم يؤدي إلى المدينة وطريق يؤدي إلى كربلاء. لما سمعت زينب اسم كربلاء نادت كربلاء وياي وياي زينب. ألقت بنفسها من على الناقة وتبعنها خوات حسين، تتعثر وتنادي يا أخوي حسين قبرك وين؟ تقعد باليتامى الهب تلقاني يا نور العين. ها
شسر جهل البيت من هناك قال لي لازم تفرح وش اسوي شفت متني لك يا ابو علي لا تقول ما عندي امروه ولا تقول ضيعت اخوه هذا تدري الشمر بيا سوات رسوت علمتني امسك الشباك وقول حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا الله يا الله إلهي بجاه الحسين ودم الحسين والبكاء هذه الدموع على الحسين لو احنا نبكي طول عمرنا طول عمرنا نبكي على الحسين ما نوفي حق الحسين لا تسمع ايه انا اليوم بكيت شنو بكيت الزهره هناك عن قبره مشقوقه الجيب وتقول وين الواسيني دمعت والكل يهدف وينادي وحسين بعد قليل إلهي بهذه الدموع وهذه الحسرات ترزقنا زيارة الحسين خلنا نسلم سلام على هذه الليلة السلام على واشركنا في دعائهم وزيارتهم لمولانا ابي عبد الله الحسين وردهم سالمين الى سالمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم احفظ المؤسسين والحاضرين فردا فردا في انفسهم واهليهم ومن يلوذ بهم والى ارواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة.